اهلا وسهلا بمشجعي ومشاهدي جيل التحرير مباشره من الدار البيضاء على السيدوك الجديد اليوم اللي غادي يروح ديال على الطالب العلبي اللي صفر الغرب اللي مشارك في هاشتاغ بالمراد. سي ودي اهلا وسهلا. مرحبا. سي ودي شنو هو الرد ديالكم على هذه الخرجه هذه اللي خرج بها الطالب؟ وفي الحقيقة الطالبي هذا الرجل هذا فضائحه كثيرة، هذا تعطيك النموذج ديال الكفاءات لصنيعة ديال أخ النوش. فهذا الرجل هذا قال علينا مرات، قال كثير، كل مرة تيدير خرجات تيبغي يبان بها، تيبغي يدير بها البوز لصالح الحزب، لأن أغلبيتهم وخاصة أخ النوش دائما ساكت. هذه الفترة كلها ديال إرحال أخ النوش لا يستجيبوا للمطالب المواطنين وحتى في البرلمان انه ما حضرش ليه، فتتوجد كل مره الاعلام تقلب على بوز ديال شخص باش يلهيونا على الهاشتاغ العام ديال ارحل اخ النوش. وحتى ان سي بن كيران تيقول لك ان هذا ارحل ما نقولوهاش ولا هذه، فيبقى كلامه لنفسه كمؤسسه. فنحن تنقول انه هاشتاغ إرحال هذا مطلب شعبي دستوري من حق أي مواطن أن يتكلم فيه. رجعوا للطالب اللي حسبنا احنا مرضى. هذا السيد هذا كثير من فضائحه منذ توليه الجماعة في الجهة ديال 2013 نائب رئيس الجماعة، لا نائب رئيس الجماعة، وكان رئيس الجهة، وكان أعطى واحد المبلغ جزافي. لا، عطى الجمعيات الموظفين اللي ماشي الموظفين العادي اللي عندهم اكثر من الصالير من 20000 درهم، عطاهم واحد المنحه لبناء الاراضي ديالهم هذه، في حين انهم من تيتكلموا معاه ما بغاش ينقص، تيقول لهم ما نحن دوله شيوعيه. فدائما الكلام ديالو ساقط. من رجع وزير الشباب والرياضه دار فضائح كثيره، منهم عقل انشاء موقع ب 250 مليون وما يساوي حتى 20 مليون. وهذا الشيء شكون اللي تيحسوا؟ اما الجهه المفتشيه العامه للماليه بن سودا في قضيه تدبيره للشركه ديالو اللي 25 عام ما خلص لها ضرائب، ما عطى حقوق الموظفين اللي كان خدام في النوار، ومن جات الدعوه وفيها الغرامه وفيها الحبس انه دار فيها مساله تقادم. المطلوب حاليا ان هادو لماذا يمثلوا الامه؟ عرفتي شنو هو رئيس مجلس النواب؟ كاين الملك حفظه الله في المرتبه رئيس الحكومه، في المرتبه الثالثه هو رئيس مجلس النواب. يكون بهذا النوعيه بهذا الشكل كيف يعقل ان سيدنا حيدو كوزير؟ كيفاش يرجع منتخب ورجع عاوتاني ياخذ رئيس مجلس النواب؟ والفضائح كثيره ديال الشركه ديال ولده ولا ديال الاقارب ديالو اللي تصنع. تصور وزير جا من بعده حصل واحد عطاه صفقه ديال دراسات مين في 30 مليون. جزافيه، واحد عطاه 30 مليون، فمعناه ان التبذير العام هذه هي حرفته، وتا واحد ما سد ليه بابه. السيد دائما يتباهى بفضائحه، بل انه من تتكلم تحقر المواطن ويتكلم معاه بانه مريض، انه يطالب بحقه يعبر عن رايه ويقول بانهم هذوك الناس راه امراض الله يشافيهم وكانه طبيب، فمعنى بان هذا عنصر من عناصر الفساد في حكومه اخ النوش، في حزب اخ النوش. سي ودي تعقل على الجمله الشهيره اللي قال لي بغا تولي المغاربه تشدوا الفلوس، ولا باش تشدوش الفلوس ضربونا بالحجر، واش هادو هما الفلوس اللي هداو؟ شوف راه بدات حكومه اخ النوش من حيدات واحد المجموعه ديال القوانين اللي كانت، مثلا الاطراء الفاحش حيدوه، قانون ديال تجريم استغلال الملك العمومي حيدوه، حتى ان الاب والام يستافدوا معك في الميتيوال حيدوه، فكل ما هي اجتماعي وكل ما يتحاسبوا عليه حيدوه. فتبقى الكلام ديالهم على عواهنه، يتكلموا بزاف الحوايج باش يديروهم ما داروهمش. فتنشوفوا حاليا راه اخ النوش في المرحله الاولى شهر شهرين قالوا لي رحل، معناه بان هذه الاسعار الصاروخيه ولحد الان لم يستجيب. ماشي كان تيقول بان كاين جفاف، كان تيقول جفاف هو مولاه في المغرب الاخضر، كان تيتكلم على الحرب الاوكرانيه الروسيه، بل ان دابا كاين انخفاض ديال الاسعار ديال البترول، وهو لا زال متمسك بهذيك الاثمان الجزافيه لان هي تضرب المواطن. بل من تزاد البترول
جميع المواد الاستهلاكية بأنواعها وأشكالها غلات. فتبقى مثلا المقاولات الصغرى اللي تبنيو، الحديد غلا، السيما غلات، ولكن المواطن ما تزادو درهم. راه دابا المواطن تيمشي بحال تيبقى بغا يتبحر، قلنا ديروا القطاطعيه وما تيخليوه حتى يجلس في البحر. فمعنى ان المواطن استهلك لهيب ديال الاسعار الصاروخيه هلكاتو، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. سي ودي، واش يجب على هذا السيد هذا باش يخرج عشان المغاربه هو خطا عبر باش يقدر يخرج عشان خصو يمشي في حالته. هذا الرجل ينبغي ان يذهب الى حال سبيله، ينبغي ان يسجن للمخالفات، ينبغي ان يتابع. اما يعتذر خليه اعتذار عنده، اللي قالوا قالوا، هو راه بغى على قبل سيادو تيتكلم. هذاك راه تيجيبو دائما من 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 من, من بيتياس، اللي خصو يمشي يقرا كما قال لي يمشي يقرا يرجع للتحضير يقرا ولا غيره باش يتكلموا، لان الناس ما تيتكلموش ساكتين. هذه الراسماليه المتوحشه هما هادو ديال الاخ نوش وارباعه، تجار يستغلون السلطه في مصالحهم. فهذا نموذج السيء لحكومة خنوش، ينبغي عليه أن يرحل. شنو هما الإنجازات اللي دار الحزب الأول؟ دار والو. كاينة الكوارث، بل جابوا معاهم حتى الجفاف، وسببه حتى نظرة الماء راه دابا حنا ولينا فيها، وسببه هو مشروع ديال المغرب الأخضر. شي الماء دابا سمعنا بأن كاين شي أحياء غادي تقطع فيهم الماء. لا ما هو هو كلام، ولكن نظرة الماء كاينة، سببها هو أن المشروع ديال المغرب الاخضر اهتم بفلاحه تسويقيه تجاريه بحال الفلاح بحال الافوكا وغيرها، اللي استنزفت الماء من 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 الاحواض من 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 السدود مع هذا الجفاف اللي غادي يدير كارثه. فمعنى بان باش يديروا فلاحه معيشيه، فلاحه تعتمد على النفس، ما كاينش. نعطيك مثال، هو ان مثلا كان عندنا معمل ديال صنع الورق في الغرب كان تحيد لان كانوا تيصدروه. دابا من الورق غلا ما عندناش حنا الانتاج، فمعنى ان الانتاجات المحليه ضعيفه. هذا اللي تيخلي البلاد ديالنا في في في, في ازمه غاده، والله يحفظ. دابا المشكل الماء هو غادي يكون الله يحفظ، نسال الله السلامه والله الله يحفظنا جميعا. هذو هما المشاكل اللي خصها تدوي عليهم الحكومه باش تدويش عليهم. الحكومه ما عندهاش، حكومه الكفاءات ما عندهاش مشروع متكامل. لو كان عندها على الاقل يقولوا لنا هذا البترول شنو مشكلته، ما تيهضروش. بن علي راه قالت لهم نخدموا لاسامير، لا ما قلت لكمش لاسامير نخدموه. فمعنى ما كاينش عندهم هو تقام فيديوهات بان هي غير ما ذلك. فمعنى بان ماشي تتكذب، بانها قالت الحقيقه وفرضوا عليها انها ما تقولش هذوك الامور، فهي تراجعت. والامور ينبغي عليها تاخذ بالجديه في المشاريع التنمويه وتبعد من هذوك المسائل السياسيه. البلاد بغيناها تقدم تزدهر، اما هذا البحث على المصالح وعدم الاهتمام بالمواطن وبحاجاته، فهذه غادي تكون كارثه للمغرب. نسال الله السلامه، والله يشافي جلاله الملك. وبين هذه المناسبه نجدد له البيعه. على على اثر دويجي جبتي جلاله الملك نصره الله، الله يشافيه. امين. حبس جميع الانشطه ديال الاحتفالات ديال عيد العرش. عيد العرش تشوف واحد المهرجان اللي غادي يكون في مدينه الدار البيضاء. مهرجان البرة، هذا كتبت عليه مهرجان البرة. هذه سقطة من سقطت أخنوش. واش البلاد في أزمة خانقة في هذه الأسعار وهذا الجفاف ومشاكلها كثيرة، وتجي الغرفة ديال التجارة الألمانية بغات دير مهرجان ديال البرة اللي هو تديرو سنويا في بلادها، اللي الحكومة السابقة في 2015 من كيران منعوا الاعتبارات معروفة أنه محرم وأنها مخالفة للأحكام الشريعة الإسلامية اللي كاينة. هذا جانب، ولكن أنك تديره في أيام ديال العيد العرش عيب. سيدنا منع جميع الاحتفالات لأسباب كثيرة، فالأولى أن هذا المهرج ما خصوش يكون. فأن تقلب على وسائل ديال الإغراء والإلهاء، راه هذا المهرج راه ما تمشي تدخلها فيه بفابور. دخل راه فوق من 1000 درهم. 1000 درهم فوق من 1000 درهم، 1200 هكذا. والناس قطعات، سمعنا الناس قطعات. الله اعلم. انا تنقول ينبغي
على خلوش ومن معه تكون عنده ذاك السيميائية. توقيت غير مناسب، خلي الجانب الديني ولا الجانب المناسبة الحكمة، بحنكته وحكمته جلالة الملك منع الأنشطة كلها، فالأولى أنك تمنع هذاك، أنت تتخليه. وهذا معنى بأن راه ما كاينش، كاين لا مبالاة، ما كاينش الوعي، ما كاينش إدراك. أحيانا تيشوف الجانب الاقتصادي والانفتاح، ولكن يضره ويضر حكومته ويضر بلده. سيدي ربي ما تقلقش عليا، اش ديري سير لي شي وجهي؟ وا ارحل، سير بحالك، سير ديها في تجارتك. السياسة ماشي ديالك. السياسة بزاف. بزاف عليك. بالنسبة نقدروا نقولوا هذه أكثر حكومة ديال المهم حاليا هذه الحكومة العيب اللي فيها أنها فيها كثير من الناس اللي فيهم كفاءات نظرية ماشي تطبيقية ماشي سياسية. عمو دخلوا عمرو حزب وبغى يشدوا حكومه، بغى يشدوا الجماعات، بغى يشدوا الجهات، وما عندهمش تجربه. ولكن انا نقول لك دول الكفاءه تيقلبوا على مصالحهم. انا اختم لك بواحد شخص، شخص نحترمه، هو السي حدادي برلماني ونائب نائب سابق لمجلس المدينه ورئيس مقاطعه في الدار البيضاء، قال لهم بهذه العباره اللي معاه في الاحرار، ابعدوا شركاتكم على الجماعه. وفهمني الناس تقلب على مصر. تيقلبوا راه شتي راه هذاك هذا الطالبي كان داير شركه لولده وتيدير فيها مشاريع، وهذاك مدير الديوان ديالو داير شركه وتيدير مشاريع، ما تيخافوش. فمعناه ان تيقلبوا على المصالح ديالهم. ما يمكنش واحد لاباس عليه، واش انت لاباس عليك تقلب على المشاريع ديالك؟ فمعناك انت تتصرف الفلوس باش تجيب الفلوس، فمعنى بانك ما تقلبش على الصالح العام، تتقلب على المصالح ديالك. السياسه بزاف عليهم. لا بزاف عليهم، خصو يبعدوا منا. ارحل اخ نوش. شكرا سي ردي، شكرا باش تبيعوا شي حاجه باش نلقاو واحد الاخر ان شاء الله.